مدينة الغردقة تم اختيارها ضمن الوجهات الأفضل للزيارة عالميا بين 8 مليون أو 8 ملايين وجهة، وده بسبب إحصائية موقع تريب أدفايزر العالمي للسياحة والسفر في عام 2024. طبعا الغردقة جت في الترتيب الثالث ضمن أفضل الوجهات الطبيعية نظرا لما تحتويه من مقومات فريدة من نوعها. هنتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون أستاذ بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر. صباح الخير عليك يا أستاذ بشار. صباح الفل أستاذ محمد، وصباح الفل يا أستاذة منة، وصباح الفل على جميع مشاهدينكم في كل ربوع مصر. يا أهلا بيك يا فندم. طبعا بنبارك لحضرتك، لكن ده بيخلي فيه المسؤولية أكبر على عاتقكم طبعا في أن المدينة مدينة الغردقة تستعد، لأن احنا دلوقتي داخلين في موسم مهم جدا بالنسبة للسياحة الخارجية والسياحة الداخلية كمان، فأنتوا إزاي بتستعدوا لهذا الموسم؟ هو الحمد لله الشغل شغال كويس جدا الحمد لله، والدولة بتولي المسؤولية أو الاهتمامات للبنية التحتية بتزيد كل يوم عشان يبقى عندنا أماكن للخروج وأماكن للتنزه واحتياطات كاملة ومراجعات لكل الأكتيفيتي أو النشاطات السياحية خصوصا منها البحرية. طبعا عندنا اللانشات وكل المراكب بيتم مراجعتها. طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان اختيار تريب ادفايزر مسؤوليه كبيره جدا، لان هم بيعملوا مراجعات لكل الكومنتس بتاعت الناس اللي جت قبل كده والريفيوز اللي جت على البحر الاحمر خصوصا الغردقه. طبعا الاغلبيه او تقريبا 90% من اي سائح بيجي ويحط رجله على ارض الغردقه بيرجع مبسوط جدا، لان المقاومات الطبيعيه اللي موجوده اللي حبانا بيها ربنا كتيره جدا وجميله جدا. الاجازه بتعدي بسرعه جدا زي ما بيحكوا لنا في اخر يوم دايما ان هم مسافرين بيبقوا مش مصدقين ان الاجازه خلصت بالسرعة دي، يعني أسبوع كامل. غالبة الناس اللي بيجي طبعا بيقعد أسبوع في الغردقة، بيجي عن طريق مطار الغردقة، بيستقبلوا المطار اللي هو طبعا من درة مطارات مصر، المطار الغردقة مطار كبير جدا، وبيتم استخراج أو خروج الناس بسرعة جدا، تسهيلات جميلة. وبعد كده طبعا الشركات بتقوم بدورها اللي هو نقل السائح للفنادق المختلفة، وحدث ولا حرج ان الغردقه بتنمو نمو سريع، نمو سياحي جميل، بيوجد بنيه تحتيه يعني باين على مستوى العالم كله، ان انت بتبني هنا وفي ناس بتقف بره او في ناس عندها مشاكل وكده. رغم المشاكل اللي موجوده في مصر وبره مصر وفي كل العالم، رغم ذلك الغردقه بتنمو وبتوجد وظائف لمصريين بيجوا من كل المحافظات. طيب خلينا نتكلم كده عن انواع السائح اللي بتيجي للغردقه. احنا عارفين ان في حاجات مختلفه دي ينفع تتعمل في الغردقه، وكمان مستويات سياحيه مختلفه من اول فنادق الثلاث نجوم والهوستلز يعني او بيوت الاقامه وبيوت الشباب لغايه الخمس نجوم، فبنلاقي عندنا تعدد في مستوى السائح الموجود وكمان في الحاجه اللي هو عايزها. احنا بنلبي كل الاذواق في الغردقه؟ والله الحمد لله احنا طبعا زي ما حضرتك عارفه واسم البحر الاحمر بيلمع في كل بلاد العالم. البحر الاحمر ده تاريخ كبير قوي، يعني ثروه غير مسبوقه من الشعاب المرجانيه فده طبعا ده هدف السائح الاساسي. احنا سياحه شاطئيه بس طبعا بترقى الى ان هي يكون عندي كل مقومات السياحه اللي موجوده في الدول الثانيه. في دول كاملة ما عندهاش طبعا الشواطئ الجميلة دي. الشاطئ نفسه سياحة، يعني مجرد ان السائح بيجي يقعد في الفندق بتاعه ويقعد اليوم على البحر فده سياحة، ما بالك ان عندنا طبعا يوميا من مدينة الغردقة ومن جميع المراين او المارينز اللي موجودة في الغردقة بيغادر اعداد كبيرة جدا من السائحين ان هي تقضي اليوم كله جوه البحر. وعندنا حبانا ربنا يعني مجموعه جزر في مواجهه الغردقه، يعني الحمد لله لم نستغل منها غير تقريبا جزيره واحده بس اللي بينزل عليها السائح اسمها جزيره الكفتون. طيب. اللي هي اخذتها بعض الشركات والمستثمرين لان يقضي السائح بتاعهم فيها اليوم بتاعه، او بعض ممنوع طبعا البناء على الجزر. طيب.
ولكن في مطاعم معموله من مبنيه من او معموله من الجليد النخل والحاجات الطبيعيه اللي هي ما بتضرش بالبيئه، وده شيء جميل جدا بيحصل في وزاره البيئه اللي هي موجوده عندنا جهاز شؤون البيئه نشط جدا في الغردقه. وطبعا بعد يوميه البحر او يوم البحر دوت السائح بيفكر ينزل الاقصر، بيفكر يزور الاهرامات، بيفكر ان هو يعمل رحله سفاري جيده جدا في جبال البحر الاحمر اللي هي حتى الان احنا لم نستثمر منها مثلا 10% او 5% فقط، لان بتزخر بعدد جميل جدا من الاوديه الجميله اللي هي لسه لم تمثل عندنا. طبعا يعني جوله البلد نفسها او السيتي تورز في الغردقه يعد يوم ان انت تزوري جامع المينا وتتنزهي في المارينا في الغردقه، وان انت تروحي كنيسه الأنبا شنودة، وتروحي يعني اماكن كتيره في الاكواريوم الجراند اكواريوم عندنا، وفي عندنا اماكن كتير ان انت تخرج وتتفسح في خلال زيارتك. بيعدي الوقت بسرعه جدا، الاسبوع السائح بينقضي بسرعه جدا. جميل جدا. طيب حضرتك قلت دلوقتي انه 90% من التعليقات كلها ايجابيه على مدينه الغردقه، ولما نيجي نتكلم ان في 8 مليون وجهه سياحيه احنا في الغردقه نوصل للترتيب الثالث، فده انجاز مهم جدا. لكن انا طماع شويه، احنا عايزين نوصل للمركز الاول، فاحنا ازاي بنشوف التعليقات؟ ولو في اي تعليقات مثلا فيها تعليقات سلبيه او محتاجين احنا نفكر فيها عشان نشوف لو عندنا مشكله ان احنا نحلها، هل بنتابع الكلام ده؟ طبعا هو المحافظه عندنا يعني مشكوره بتتابع كل دوت، ولكن بينقصنا بعض الحاجات البسيطه جدا يا استاذ محمد، اللي هي يعني احنا عندنا كده يعني زي ما تقول في زهد شويه، او في اللي احنا ما بنحاولش نوصل فعلا لل 100% الكامله، فعندنا بعض السلبيات البسيطه. يعني انا عندي في الغردقه مثلا الميادين الكبرى ما فيهاش حمامات عامه مثلا، كانت المحافظه جابت قبل كده حمامات يعني مشكوره الهيئه العربيه للتصنيع صنع لنا حمامات متنقله كده موجوده بتتحط في الشوارع، للاسف الحمامات دي ما بيتمش الاهتمام بيها بعد ما تتحط في مكانها، فالمحافظه بيستسهلوا ويشيلوها تاني من مكانها. فاحنا محتاجين الحاجات السيرفيس البسيطه جدا اللي بتفرق مع السائح اللي ماشي على رجليه في الشارع، لان زي ما حضرتك عارف في رغم كل الترفيه اللي موجود ورغم كل الاماكن دي، في سائح بيحب يخش جوه تفاصيل البلد نفسها. صحيح. يعني انا مثلا انا سائح بحب اشيل شنطتي على ظهري وامشي في الاسواق وامشي اشوف الناس واتكلم مع مصري ماشي في الشارع. المصريين بطبيعتهم يعني جميله جدا، ان هو يعني بيرحب باي حد وبيحاول يساعد اي حد محتاج مساعده منه. في سائح كمان عشري زي ما بنقول، بيحب ينتشر وسط الناس ويتعرف على ثقافه الناس. لكن اخيرا وسريعا، اخبار المتحف ايه؟ احنا بنتكلم النهارده في اليوم العالمي للمتاحف، الاقبال عندكم عامل ازاي في الغردقه؟ الحمد لله متحف الغردقه يعني متحف جميل جدا، في حوالي 3000 قطعه اثريه، في 10 قطع من مقبره توت عنخ امون. الاقبال لسه طبعا انت عارف الناس ما صحيتش من النوم بصراحه في الغردقه، فبيبقى في الفتره المسائيه اكثر. يعني عندنا عدد كبير، احنا بنفتح فتره مسائيه باستثناء طبعا متاحف مصر كلها من 5 ل 11 بالليل، فاغلب الناس بتيجي في الفتره المسائيه. فان شاء الله النهارده يعني يوم غير مسبوق ان شاء الله من المصريين. اكيد. كل الشكر ليك استاذ بشار ابو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر، شكرا جزيلا ليك.